اسكندريه. برحب بحضراتكم جميعا، برحب بمعالي وزير التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور محمود ابو النصر. معالي سياده وزير القوى العامله كمال بيه عيد. برحب بمديره الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه ميري اوستن. برحب بالساده المحافظين اللي حاضرين معانا النهارده، محافظ العندليه، السيد محافظ البحيره، زمايلي واخواتي الطلبه المبتكرين المخترعين اللي على مدار ساعه كامله بيشتغلوا. انا اعتذر شديد عن الوقت، ولكن هنبدا سريعا. فانا هبدا بنبذة عن المشروع اللي من خلاله كان يوم الابتكار رياده الاعمال، ومش هاخد اكتر من 3 دقائق او 4 دقائق بالكثير. المشروع التوصيف القائم على التدريب، المشروع بدا من سنتين 2011. انا بس يعني عايز اوضح لحضراتكم نقطه، هو الدكتور محمود ابو النصر حضر معانا المشروع، كان رئيس قطاع التعليم الفني، يعني المشروع كان تحت اداره الدكتور محمود ابو النصر. في ذاك الوقت كان رئيس قطاع التعليم الفني، فالدكتور محمود حاضر معانا كل خطوات المشروع من البدايه، والحمد لله النهارده في الكلوزنج بتاع المشروع او في يوم الابتكار الاعمال هو النهارده بيمثل طبعا وزير التربيه والتعليم. المشروع الجهه المانحه هو اليوس ايد، الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه هي الجهه الممولة للمشروع، والمنفذ للمشروع هو مركز المنح والاختبار ونقل التكنولوجيا. والمركز بيتكون من 5 مكاتب، مكتب المنح والمشروعات، ومكتب ربط الجامعه بالصناعه، ومكتب حقوق الملكيه الفكريه، ومكتب رياده الاعمال، ومكتب ارقام المبادئين. ده الجهه اللي بتنفذ المشروع. اهداف المشروع سريعا كانت تدريب وتاهيل وتوظيف الشباب العاطل عن العمل وخريجي المدارس الثانويه الفنيه وخريجي المدارس الثانويه والجامعات، تنميه القدرات البشريه من خلال تدريب العماله او ما يسمى بالاون جوب تريننج، ان احنا بنرفع مهارات العماله او الاداره العليا او المهندسين في المصانع. وكان الهدف الثالث تنميه المهارات الشخصيه، احنا ما اهتمناش بس بالمهارات العمليه ولكن ايضا بالمهارات الشخصيه ومهارات اللغه للباحثين العمل. كان اهداف المشروع انشاء وحدات توظيف، وانا هتكلم على الكلام ده بالتفصيل، تنميه روح الابتكار ورياده الاعمال لدى طلبه التعليم الفني وتطبيق اسلوب التعليم القائم على المنافسه، وانا برضه هشرحه. وكان الهدف السادس تطبيق التعليم والتدريب المزدوج، وهو كان تفعيل التطبيق لانه كان مطبق بالفعل. انا هستاذن حضرتك ممكن تعدي بالسلايد الانجليزي ده كان شايل الساده اللي كان. دي المحافظات اللي اشتغلنا فيها، هم 20 محافظه على مستوى مصر. اتفضل. انا هعرض ارقام مش اكتر، ايه اللي احنا وصلنا له في النهايه. احنا وظفنا 1761 في مدى زمني سنه واحده، لان السنتين 1761 وظفناهم في سنه، لان كان حضراتكم احنا حضرنا اكتر من ثوره، وبالتالي كان الفعلي ان احنا وظفنا 1761 في 15 محافظه. 1263 بيمثلوا كان نسبه الذكور بنسبه 71% من الاجمالي اللي شغلناهم. نسبه الاناث اللي اتفضل، نسبة الإناث اللي شغلناهم 498 بنسبة 29% من إجمالي اللي احنا تم توظيفهم في 15 محافظة. وخليني هنا بس أتوقف عند النقطة دي، كان التوظيف بيتم إزاي؟ سريعا. احنا كنا بنبدأ الأول باحتياجات المصانع، لو سمحت حضرتك ارجع تاني للسلايد، بس احنا كنا بنبدأ الأول إن احنا نشوف احتياجات الصناعة، بنشوف إن إذا كان هم محتاجين عمالة، بنبدأ بعد كده نشوف هيشتغلوا على أنهي خط إنتاج العمالة دي، ونحنا نبدأ إن احنا ندرب العمالة أو المهندسين أو أيا كان المصنع أو المصلحة أو الشركة محتاجاه، بنبدأ ندربهم في وجود ممثل من الشركة معانا أثناء التدريب. بالتالي في نهاية التدريب بيعمل عقود العمل بعد اجتياز التدريب وقبل ما يخلص البرنامج بيومين، بنمضي عقود العمل مع الشركة اللي احنا من البداية حاضرة معانا كل التدريب وعملوا معانا حتى الانترفيو مع الولاد.
في النهايه بيتم تعيينهم وبنبدا معامله متابعه معاهم بعد عمليه التوظيف. احنا 1885 دربناهم في المصانع والشركات والمزارع، وده كان كونترول تريننج، يعني في مصانع مثلا بتصدر حاجه للخارج ومحتاجين ان هم يدربوا العماله على سكيلز معينه، فاحنا دربنا 1885. بالنسبه للسوفت سكيلز احنا دربنا حوالي 1544 على اخلاقيات العمل. انا النهارده عندي طالب، احنا دايما كنا بنشتغل على خريجي التعليم الفني، لان وطبعا حضراتكم موجودين كلكم، انا اعتقد ان الرقم اللي بيتم تخرجه هو حوالي 700,000 طالب سنويا، وعشان كده احنا بنشتغل على الشريحه دي. فبنحاول ان احنا نوظف خريجي طالب التعليم الفني، وبالتالي كنا لازم نهتم بالسوفت سكيلز وباخلاقيات العمل وازاي يشتغل. عدد المستفيدين من البرنامج بالكامل 5190 مستفيد، 76% منهم ذكور و24% اناث. اللي بعده 95 شركه او مزرعه استفادت من خدمات المشروع او الفندق كمان اللي احنا اشتغلنا في مجال السياحه في 15 محافظه. 330 دوره تدريبيه تم عقدها خلال السنه اللي احنا وظفنا فيها 1760. ده فيجر سريع جدا على المحافظات الشرقيه والمنيا والمنوفيه، اسكندريه، الاقصر، الاهليه، دمياط، بني سويف، هنا شرم الشيخ، القاهره، اسوان، البحيره، مع الارقام كم واحد اتوظف وكم واحد خد سوفت سكيلز وكم واحد خد كونترول تريننج. اتفضل. 51 وحده توظيف تم انشائها، ودي كانت دكتور محمود كان ساعتها رئيس قطاع التعليم الفني، كنا عرضنا عليه هذا الفكر ان احنا ننشئ وحدات توظيف في مدارس التعليم الفني، وبالفعل انشانا 51 في 10 محافظات. وكانت وحدات التوظيف مهمتها انها تعمل قاعده بيانات لخريجي المدارس التعليم الفني، بالاضافه انها تربط مع المناطق الصناعيه اللي موجوده حواليها. 158 موسط وحده توظيف تم تدريبهم في ال 51 وحده، منهم 30% اناث. النهارده اللي تم تقديمه عدد ابتكارات 300 ابتكار او اختراع تم تقديمه للمسابقه من 20 محافظه من 75 مدرسه تعليم فني في خمس مجالات. النهارده احنا عندنا انشانا 400 انشانا 75 نادي ابتكار في 75 مدرسه، واحنا النهارده هنسلم ترنيهات العضويه للطلبه اللي موجودين، معانا 420 عضو اللي هم الطلبه المقيمين المتبقيين في نوادي الابتكار. 61 مدرس تم تدريبه على نظام التعليم وتدريب المستوى، وده بناء على حاجه المصانع وبناء على الشركات اللي طلبت انها تطبق التعليم وتدريب المستوى في المحافظات بتاعتها او تبع لاحتياجات الصناعه، وتحت اشراف مدرسي. 80% كان منهم ذكور و20% اناث. واحد مركز تدريب تم تحديثه في الاسكندريه، ومركز تدريب تم انشاؤه وده في الغردقه، وده مركز للخدمات السياحيه وده يمكن منشا قريبا. 8 جوب فير احنا اشتركنا فيهم ونصمناهم. 10 مشروعات تخرج احنا خدنا بايلوت، عملنا نموذج، خدنا كدراسه لمدرستين في محافظتين، وبدانا اشتغل على مشروعات التخرج او التعليم القائم على المنافسه، ان انا اعمل منافسه ما بين الفصل الواحد، احنا ما بنغيرش منهج او مقرر ولكن طريقه التدريس، وبنقسم الولايات على مجموعات وكل مجموعه بتعمل مشروع بحيث هم اللي بيدوروا على المعلومه، هم اللي بيعرفوا ازاي يشتغلوا العمل، واهم من كده ان المشروع ده لازم تكون فيه فكره ابتكاريه، ودي مشروعات التخرج شارك فيها 45 طالب. انا يعني هعدي بقى الصور دي سريعا، ده في الشرقيه، ده فينيك امبلويمنت، ده في احد الشركات في اسكندريه جيفريكس، ده تدريب ال 32 مدرس في المناهج المطوره. تصنيع الحلويات ده برضه في احد الشركات، الوزير الاستاذ دكتور محمود ابو مصر. على هذا الوطن في هذه الايام الصعبه
وعليا شخصيا مشكور على دعوتي الى هذا اللقاء، لقاء المبدعين، لقاء المفكرين، لقاء احفاد من بنوا حضاره هذا الوطن ويريدون ان يصلوا الماضي بالحاضر. موجود معانا رئيس قطاع جديد نشيط
بدرس سن بيني وبينه مش كبير، لازم بعتبره ابني. بعد الموازين خلاص. انا كنت بسميه اسم كده هو عارفه، لكن النهارده هسميه لايف اس. خاصه هتكلم عنها. احنا اعتقد زي ما الساده الحضور اتكلموا، احنا كلنا تايزين النهارده، وجودنا مع بعض، مشاركتنا مع بعض لاول يوم اتعمل اتفاق لجنه العمل التعليم الفني، وبالتالي وجود حضراتكم احنا كلنا في نفس المكان، ده بحد ذاته فوز لكل الناس اللي موجوده، بغض النظر مين النهارده اللي فاز او طلع الاول او ما طلعش من الاسماء اللي انا هقولها، ولكن كلنا مستمرين في دورات تدريبيه هتبدا شهر نوفمبر كلنا مع بعض. اسمحوا لي اشكر الاول، اتوجه للشكر يعني على الفضل الاول لربنا طبعا في نجاح المشروع وفي نجاح هذا اليوم. انا بشكر شكرا جزيلا الاستاذ دكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم. دكتور محمود كان وجوده رئيس قطاع تعليم فني بهذا التفكير وبهذه الرؤيه، وبصراحه الدعم اللي ادى للمشروع بدايه من اول يوم لغايه اخر يوم النهارده، انا ما اعتقدش ان احنا كنا ممكن نعمل اي خطوه ولا اي حاجه ايجابيه في المشروع. فانا بشكر شكرا جزيلا الدكتور محمود للدعم اللي قدمه من اول يوم لغايه اخر يوم، والنصايح اللي احنا كنا بنرجع له فيها وكل خطوه كنا بنخطيها في المشروع. بشكر شكرا جزيلا المعهد الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه يوسف. اللي هي الجهه المموله للمشروع وقامت بدور كبير جدا في تنفيذ وتنشيط هذا المشروع معانا. بشكر مؤسسه مصر الخير لانها احد الرعاه اللي كانوا معانا في البدايه، ومؤسسه مصر الخير هي اللي قدمت الجوائز الماليه النهارده، وانا بشكرهم جدا لان هم هيستمروا معانا فيما بعد اليوم وبعد المسابقه هيكونوا معانا ان شاء الله. وانا بدعو استاذه نجوى عبد الخالق انها تتفضل معانا على المنصه شكرا جزيلا لوزاره الاستثمار ومتمثله في مجلس الاستثمار الجامعي، ووزاره الصناعه متمثله في مركز التكنولوجيا والابداع. شكرا للساده الحضور ولجميع المدارس اللي كانت من 20 محافظه، الجيزه والشرقيه والجبليه والمنوفيه، شمال سيناء، جنوب سيناء، الغربيه، الاسماعيليه، كفر الشيخ، الفيوم، المنيا، اسيوط، بني سويف، الاقصر، هنا الاليوميه، اسكندريه، البحيره، دمياط. شكرا جزيلا لكل المحافظات اللي شاركت. ابدا التكريم اليوم، اسمحوا لي ان انا ابدا التكريم بلجنه التحكيم اولا قبل اعلان الجوائز، ان انا تكريم لجنه التحكيم اللي موجوده معانا. وهنبدا باستاذ دكتور شريف مراد، لو هو موجود دكتور شريف مراد هو استاذ دكتور عبد الله زين الدين مدير مكتب حمايه كل المكان الفكريه جامعه اسكندريه، دكتور عبد العزيز عماره كلية زراعة جامعة اسكندرية، أستاذ دكتور مجدي المزيري كلية هندسة اسكندرية، أستاذ دكتور دكتور سيد ابو طول، اتفضل معانا. عضو لجنه التحكيم. استاذ احمد الشحات مجلس التدريب الصناعي وعضو لجنه التحكيم. اعلان الجوائز وهنبدا بالمركز ال 15
إعلان الجوائز، وهنبدأ بمركز الـ 15. مركز الـ 15 لجنة التحكيم إدته لأفضل مشروع قابل للتطبيق أو ليه بوتنشال إن شاء الله بإذن الله في المستقبل، وهو سمارت هوم إنرجي 21. المجموعة المسؤولة عن سمارت هوم إنرجي 21 المركز الـ 15 احمد رضا، احمد كمال، احمد مصطفى، اسلام السيد، اسلام سعيد، بلال محمود، مصطفى احمد، عبد الله عاطف، عبد الله محمود، كريم سيد، محمد احمد عيد، محمد احمد فايز، محمد كامل، كريم محمود، اسامه علاء الدين. كرولوس ابراهيم، هي مجموعة من 20 طالب كلهم اتبعوا على هذا المشروع. بشكركم جدا جزيلا، يعني كان مجهود رائع يا جماعة. مركز الـ 14. مركز الـ 14 هو الكود اي ان جي 153، محمد طه وأشرف إسماعيل، مجدي شحاتة، محمود محمد، مدرسة السلطان عيون الشرقية. مدرسة السلطان عيون الشرقية. محمد طه وأشرف إسماعيل ومجدي شحاتة ومحمود محمد. أنا آسف. السلطان عيون الشرقية. محمد طه وأشرف إسماعيل، مدرسة السلطان عويس، ده المركز الـ 14. المركز الـ13 اي ان جي 126، باسل نبيل ومصطفى محمد احمد، الفنان المتقدمه الصناعيه التقليديه. جماعه لو سمحتوا بس ان احنا دلوقتي باسل ومصطفى، باسل نبيل وواصف ومصطفى محمد احمد عيسى. المركز الـ 12، مركز الـ 12 اي ان جي 104، احمد ابو بكر، احمد محمود، مدرسة العريش الصناعية المتقدمة شمال سيناء. احمد ابو بكر، مدرسة العريش الصناعية المتقدمة شمال سيناء. المركز الـ 11 اسمه سي 13، شروق محمود عبد العزيز، مدرسة الرومان الثانوية الصندوقية الخاصة الغربية ومصر الغربية. شروق محمود عبد العزيز، شروق، مدرسة الرومان الثانوية الصندوقية الخاصة ومصر الغربية. مركز الـ 11 العاشر اي ان جي 9،
محمد مصطفى محمد مصطفى السيد احمد محمد الاسكندريه من الجامعه المتقدمه وحضر الاسكندريه. المركز التاسع ENG 96 المركز الثالث بقيمة جائزة 10,000 جنيه سمير محمد حسين واحمد محمد يوسف الصباغ عويس الشرقية. المركز الثالث سمير محمد حسين واحمد محمد يوسف الصباغ عويس الشرقية بقيمة جائزة 10,000 جنيه. تفضلوا. بعد اذنك يا باشا بتصور، بعد اذنك بتصور ورا. المركز الثاني، المركز الثاني بقيمة، المركز الثاني بقيمة 20,000 جنيه أحمد مختار صبحي وعبد الله محمد. المركز الثاني يا جماعة، المركز الثاني محمد محمود محمد الأمير، محمد محمود محمد الأمير، مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة، جلال فهمي الفنية المتقدمة، محمد محمود محمد الأمير. المركز الثاني محمد محمود محمد الأمير. جلال فهمي معلش أنا بفهم. حول الثاني محمد محمود محمد الأمير، محمد الأمير مدرسة الفنية المتقدمة، جلال فهمي الفنية المتقدمة. الكود بتاعه ENG 148. الفنية المتقدمة ENG 148. ويظهر محمد الأمير هنروح على المركز الأول اللي فاز بجائزة 40,000 جنيه، المركز الأول اللي فاز بجائزة 40,000 جنيه أحمد مختار وعطاء علي حسين اسكندرية مجهودهم الرائع والاختبارات اللي عملوها بشكل، انا معلش انا بتكلم واحده واحده عشان المشرف بيشرح لسبب التكريم. المركز الثاني طبعا انا بشكر محمد نجم معانا في القاعه، محمد نجم في القاعه عشان يعني وحده التوظيف.